بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج ترابط. هذا البرنامج الذي من خلاله كما عودناكم خلال هذه الدورة البرامجية التي مرت بتناول مجموعة من المواضيع التي تهتم بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة وكذا الأعمال التطوعية والمبادرات الشبابية، مواضيع متجددة ولقاءات أيضا في حلقة اليوم من ترابط، خليكم معنا. مشاهدينا في حلقة اليوم مجموعة من المواضيع كما تابعتم في لقاءاتنا، سنتحدث عن ملتقى المتطوعين وما تم في هذا الملتقى والهدف منه، كذلك مجموعة من الفقرات نتعرف من خلالها على مفاهيم المجتمع المدني في حوارات الضيوف، أيضا سنكون في حوار حول جمعية أصدقاء المسنين بمحافظة ظفار، هذه الجمعية وما تقدم من خدمات. بالتأكيد كل هذه المواضيع من خلال حلقة اليوم من ترابط.
مشاهدينا نتواصل معكم في ترابط، وحديثنا سيكون عن ملتقى المتطوعين الثاني. ما تم في هذا الملتقى من حيث الفكرة والمضامين والفعاليات بتأكيد. يشرفنا في الاستوديو الفاضل أحمد بن عبدالله العبري، ممثل فريق أهل الخير بولاية الحمراء، أحد الفرق المشاركة في هذا الملتقى. حياك الله أحمد. أهلين عوض، حياك الله. يا أهلا وسهلا بك. الله يعافيك. شكرا. كذلك مشاهدينا ضيفنا الفضل حسين بن علي حردان، ممثل لجنة ترابط للعمل التطوعي، أحد المشاركين في هذا الملتقى، ملتقى المتطوعين الثاني. حسين مساء الخير. مساء النور أخي عوض، ومسي على كل المتابعين في برنامج ترابط. حياكم الله. طبعا العمل التطوعي وفكرة هذا الملتقى، نقول الملتقى في دورته الثانية، أحمد مشاركتكم في هذا الملتقى. نعم أخي عواض، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أخي عواض، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. حقيقة نحن سعيدين جدا بوجودنا في صلالة وفي ملتقى المتطوعين الثاني، والذي يأتي تنظيما من فريق ترابط. حقيقة جهود كبيرة تبذل من أجل العمل التطوعي ولتطوير العمل التطوعي على مستوى السلطنة، فحقيقة كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا الملتقى. مشاركتنا طبعا مع الفرق الأخرى في تبادل الخبرات وتبادل وجهات النظر حول كل ما يخص العمل التطوعي داخل السلطنة، وأيضا عرض بسيط عن فريق أهل الخير. نحن نمثل فريق أهل الخير بولاية الحمراء في محافظة الداخلية، وأمس كان العرض حول الفريق وأهدافه ورؤيته وبعض من مناشط هذا الفريق. طبعا وجودنا أيضا لنستفيد من الخبرات الموجودة من الفرق التطوعية المشاركة في هذا الملتقى، وإن شاء الله أنه يعني الملتقى يخرج بتوصيات يعني تفيد العمل التطوعي على مستوى السلطنة. بالتأكيد. حسين، هذا الملتقى في نسخته الثانية تنظم لجنة ترابط للعمل التطوعي. بداية فكرة الملتقى المشاركة، نقول الملتقى في دورة الثانية، تجديد هذا العام في الملتقى. فعلا فكرة الملتقى هي انطلقت من هدف واحد، وهو من أهم أهداف لجنة ترابط للعمل التطوعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي. في العام الماضي عندما تم إقامة الملتقى المتطوعين الأول في محافظة ظفار، شمل الفرق واللجان التطوعية من محافظة ظفار فقط. من ضمن التوصيات التي خرجنا بها من الملتقى المتطوعين الأول أنه يتم توسيع الملتقى ليشمل فرق السلطنة. فعلا هذا ما شاهدناه هذا العام، شهدنا يعني مشاركة كبيرة جدا من محافظات أخرى في السلطنة، وأيضا مشاركة من فريق تطوعي من المملكة العربية السعودية. فمثل ما قال، يعني هدفها هي تبادل الخبرات، عرض تجارب الفرق التطوعية، عرض المعوقات والصعوبات، وأيضا نشر ثقافة العمل التطوعي في هذا الملتقى. ومن أهم الأشياء اللي صارت يعني الجلسات الحوارية النقاشية اللي يبدأ فيها المتطوعين، كل بوجهة نظره، كل بمعوقاته، فنخرج هكذا يعني بحلول هذه المشاكل، وهذا من أهم أهداف الملتقى. بالتأكيد مثل هذه الملتقيات التقاء يتم فيها تبادل الخبرات، تبادل الآراء، الأفكار. أحمد، أنتم كفريق أيضا ما حاولتوا تقديمه خلال هذا الملتقى من أفكار، من مواضيع، من مشاريع يحاول الفريق إنجازها أيضا؟ نعم أخي عوض، نحن طبعا في فريق أهل الخير يعني نعرض تجارب فرق، نحن في الملتقى نعرض تجارب فرق تطوعية، كل فريق ربما يستفيد من الفريق الآخر. ربما هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل التطوعي داخل السلطنة، لكن بهكذا لقاءات، بهكذا تجمعات، نستطيع أن نقف، أو مثل ما نقول أن نضع الأصبع والنقاط على الحروف أو الأصبع على الجرح. ولذلك نحن دائما نقول أنه نشجع اللقاءات هذه في العمل التطوعي، حتى أيضا يعني نتبادل الخبرات في هذا الجانب. فريق أهل الخير طبعا نحن نعرض تجربة فريق أهل الخير. فريق أهل الخير فريق ربما بدأ بتجمع شبابي وبمبادرة شبابية لفريق الشباب التابع لنادي الحمراء الرياض الثقافي. تطور بعد ذلك في 2012 في شهر يونيو، استقل الفريق، أصبح له هيكله التنظيمي الخاص به، أصبح له لجانه المختلفة، يعني الفريق مقسم إلى لجان مختلفة، الفريق له رؤية، له رسالة، له أهداف استراتيجية لتحقيقها على مدى السنوات القادمة بإذن الله.
طبعا الفريق يعمل من خلال أعضاء تقريبا بلغ عددهم 27 عضو بين الذكور والإناث، موزعين هذه الأعضاء، هؤلاء الأعضاء موزعين على لجان مختلفة، ربما تقريبا ما يقارب من 5 أو 6 لجان. من ضمن هذه اللجان هي يعني عمل منظم، أكيد لازم يحتاج يمكن العمل التطوعي أكيد يحتاج إلى تنظيم دائما. العمل بدون نظام. يمكن تابعنا أيضا مع المشاهدين مجموعة من الصور لقطات للملتقى الذي أقيم، هو الملتقى الثاني. تنويع المشاركة، يمكن أنتم أيضا كلجنة منظمة، لجنة ترابط لهذا الملتقى، حاولتوا التنويع في المشاركات، يمكن لاحظنا أيضا التفاوت في الأعمار من خلال الفرق المشاركة. هذا هو ما يميز الملتقيات، أن يعني ما يكون محصور بين فئة عمرية واحدة، بل تفاوت المراحل السنية بين الشباب والصغار، وأيضا مشاركة الإناث هذه السنة تعتبر إضافة جديدة للملتقى. فالقطاع التطوعي أصبح قطاع شريك للقطاع الحكومي والخاص، كونه يؤدي و له دور كبير في عمليات التنمية ونهضة المجتمع. حتى يعني رعاية سعادة الشيخ سالم بن عفيف شنف رئيس البلدية لم يكن فقط كرعاية، بل شارك أيضا بمقترح اقترح، وكانت فكرته هي أن يتم رفع التوصيات التي نخرج بها من الملتقى لمجلس الشورى ولمجلس الدولة لمناقشة هذه الأفكار وهذه التطلعات الشبابية، فهي فعلا ما تؤدي إلى تقدم البلد ورقية فعلا. أحمد، اللجان أيضا المشاركة، أنتم كفريق المشاركة في مثل هكذا ملتقيات بتأكيد لها الفائدة على الأعضاء وعلى الفريق ككل أيضا. نعم أخي عوض، أكيد أنه يعني مشاركة الأعضاء في هكذا ملتقيات يعني تزيد من خبرتهم، تطلع على تجارب أخرى أنت في الفرق التطوعية. نحن نتكلم عن ملتقى يجمع الفرق التطوعية على مستوى السلطنة وليس على مستوى محافظة وعلى مستوى ولاية، ولذلك نحن نشاهد تجارب حتى على مستوى دول الخليج، لأن فرق مشاركة حتى على مستوى دول الخليج. لذلك أنت تطلع على تجارب الآخرين من 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 واقع، من عن قرب، تتلمس الصعوبات والتحديات اللي يواجهونها، تتلمس نقاط القوة أيضا في هذه الفرق التطوعية، مصادر التمويل، نقاط كثيرة جدا عندما تلتقي هذه الفرق التطوعية لتكتسب خبرة. يعني لكل مؤسسة سواء كانت أهلية حكومية خاصة يجب أن يكون هناك برنامج للتدريب، يعني إن لم يتطور لا فائدة من تطوير الأجهزة إن لم يتطور الكادر البشري، ولذلك كتأهيل، ولذلك تطوير هؤلاء الشباب من خلال يعني معاينتهم للعمل التطوعي. أحمد، أنتم كفريق عمل تطوعي تحاولوا أيضا ترجمة هذا الكلام إلى واقع من خلال؟ أكيد أخي عوض، نحن يعني ربما الفريق كانت بدايته بسيطة، يعني كفريق خيري نحن كحلقة أو وسيط أو حلقة وصل ما بين الميسورين أو الناس الميسورين وما بين المعسرين، هو الفريق يعمل كحلقة وصل من خلال برنامج تكافل. نحن سميناه برنامج تكافل. هذا البرنامج عبارة عن تحويل شهري بحيث أن نحن نجد دخل ثابت للفريق، بحيث أنه يعني كل موظف في الولاية يحول مبلغ شهريا يتراوح بين ريال إلى 5 ريال شهريا، بحيث نحن نضمن دخل ثابت للفريق، نستطيع أن نترجمه في الواقع إلى أهداف واللي احنا نريد حقق أهداف. بدايته بسيطة، أصبح الآن نحن طموحنا نصل إلى أكبر من هذا من خلال النظام اللي يعمل فيه الفريق. طبعا النظام هو نظام إلكتروني، يعني لا نعمل فقط أنه يعني نقدم مساعدات وحسب، لا، وإنما نعمل وفق نظام إلكتروني معد، برنامج خاص للفريق، بحيث أنه هذا البرنامج يعني على عجالة ممكن يعني أذكره، أنه كل الأسر التي تستفيد من الفريق أو من خدمات الفريق مسجلة في هذا البرنامج الإلكتروني بكل البيانات الخاصة بالأسرة. وطبعا هذه البيانات يعني سرية، لا يطلع عليها أحد، يعني كل عضو من أعضاء الفريق له برنامج أو له رقم سري خاص، يعني رقم وباسورد، اسم المستخدم وكلمة مرور، بحيث أن عضو الفريق الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يدخل إلى البرنامج ويطلع على البيانات، لأن طبيعة الحال البيانات تكون سرية، تحتاج إلى خصوصية. سرية وخصوصية، نعم. حسين، لجنة ترابط وإقامة هذا الملتقى بتأكيد العمل التطوعي جميل جدا، الأفكار والأهداف اللي تحاول اللجنة ترجمتها من خلال هذا الملتقى أو من فعاليات أخرى أيضا. أهم حدث أمس هو حتى أخي أحمد عارف هذا الشيء، يعني فعلا هو نشر مفهوم العمل التطوعي في الشريعة. أمس في عاملة بكرام بلازا صلالة من ضمن عاملات البوفيه أعلنت إسلامها، سألت عن الإناث، سألت إيش معكم اليوم؟ عن الفعالية. عن الفعالية، فردوا عليها المشاركات الإناث، قالوا عندنا اليوم نشر ثقافة العمل التطوعي وفي الإسلام
في الشريعة وكذا، فقالت أنا قرأت عن الإسلام مسبقا واليوم أريد أعلن إسلامي في هذا الملتقى. فلبسوا حجاب المشاركات وطلعنا على المسرح مع الشيخ عبد الله تبوك وأيضا اللي ترجم الزبير المهري، فعرفنا فعلا أنه الملتقى نجح. يعني وصلوا رسالة، خرج بثمار يعني، وصلت رسالة الملتقى، اعتنقت الإسلام امرأة، فهذا فعلا حفزنا إلى أنه نعمل ملتقيات قادمة بقوة أكبر. يعني نطمح في المستقبل أن تكون ملتقيات مثلا على مستوى خليجي. واليوم بعد تواصل معي عضو اللجنة الوطنية للشباب الأستاذ يوسف زعبنوت، راح يكون اليوم متواجد في الملتقى اليوم الثاني، لأنه اللجنة الوطنية للشباب جارت يعني بينفذوا ملتقيات خليجية، فحابين أنهم يختاروا كم من فريق كذا، فريق يعني لما يشوفوا تجاربهم يعرضوا. فالملتقى مثل ما تقول يعني وصل أهدافه، يعني برزنا الفرقة التطوعية وأيضا اخترتوا حسين مواضيع معينة تناقشوها، حددتوا للفرق المجالات مثلا أنه نريد نناقش موضوع معين بحيث أنه يكون تنويع في المواضيع اللي تناقش من خلال الملتقى. يوم أمس أغلب المشاركات كانت يعني تميل إلى إصدار تراخيص جمعيات من وزارة التنمية الاجتماعية لإشهار الجمعيات، وأيضا اليوم راح يكون في جلسات حوارية أو دورات تدريبية تحت عنوان ابتكارات تطوعية، وأيضا من ضمن المدربين الأستاذ هيثم الجعدي، وهكذا كم المدرب في مجال العمل التطوعي. اخترتوا المواضيع التي تهم العمل التطوعي بالتأكيد، وهذه بادرة جميلة. أحمد، التخصصية الآن أصبحت بعض الفرق تميل إلى التخصصية في العمل التطوعي، تختار موضوع معين، مساعدة المسنين هو أحد الحوارات اللي ستكون معنا في البرنامج، اختيار مساعدة الأشخاص، مساعدة ذوي الإعاقة، العمل التطوعي في مجال الخدمة العامة. فريق الأهل الخيري معكم وما يسعى إليه، تحاولوا كذا أخذ خط معين في العمل التطوعي؟ شوف أخ عوض، هو التخصصية ليست سيئة، يعني هي ربما تكون إيجابية حتى لا يصير تداخل بين الفرق التطوعية. يعني أنا أقدم خدمة أنت تقدم نفس الخدمة وفي نفس الولاية، ولذلك يصير تداخل. في فريق أهل الخير، نعم هو فريق خيري، لا هو عام يقدم يعني خدمات كثيرة، من ضمنها الصيانة، يقدم خدمة صيانة المباني، يعني المباني اللي تحتاج إلى صيانة، يقدم أثاث، يساعد أيضا حتى كبار السن، ربما في عندنا رحلة قريبا ربما الأسبوع القادم إن شاء الله الذهاب للعمرة بالتعاون مع جمعية أصدقاء المسنين، يقدم راشن شهري يعني مبلغ من خلال كوبونات إلى الأسر اللي تحتاج لراشن حسب الأسرة أو حجم الأسرة. في بعض الأسر 40 و50 و60، تصل إلى 60 ريال بالنسبة لبعض الأسر. أيضا يقدم الحملات الموسمية اللي هي مثلا الطرود الرمضانية، حملة الأضاحي، حملة الحقيبة المدرسية للوقوف بجانب الأسر في هذه الظروف. وأيضا الظروف ربما تعتري بعض الأسر في 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 أحيان معينة مثل الأمطار، مثل السيول، مثل هذه الظروف يعني محتاجين أن نقف مع. ففريق أهل الخير يقدم خدمات كثيرة جدا، ليس يعني يمكن ربما ما يتسع المجال نحن نذكرها كلها، فلذلك نحن بشكل عام نقدم. وجدت الإطار، مثل هذه المواضيع تحتاج إلى إطار قانوني من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، طبعا هل وجدت الإطار القانوني مساعد للفريق أم يحتاج إلى نظر؟ نعم طبعا، فريق أهل الخير بعد ما استقل هو تابع للجنة التنمية الاجتماعية التابع لمكتب سعادة الوالي. نحن نعم على مستوى الأعمال التطوعية في مستوى السلطنة محتاجين إلى يعني بعض القوانين للإشهار ولبعض الجمعيات وبعض الفرق مثل ما قال حسين. هذا الموضوع اللي هو كان أمس في اليوم نناقش عملية الإشهار، ضروري أن تشهر الأعمال التطوعية. يعني لذلك أنه ما كل فريق أنا أكون فريق ولذلك أنا أمارس عملي، لا، يجب أن يكون هناك إطار قانوني. ولذلك نحن نطالب أيضا من جهات الرسمية في لأنه مثل ما قال أخ حسين أنه العمل التطوعي أصبح ضرورة ملحة، يعني ما ممكن الحكومة ما تعمل لوحدها، لا، نحن الفرق التطوعية يجب أن تقف جنبا إلى جنب مع الحكومات. صحيح. في خدمة المجتمع، هذه كلها خدمة المجتمع، ولذلك يفترض أن تكون هناك يعني من الحكومة جهات داعمة والجهات الرسمية تدعم العمل التطوعي. كفريق أهل الخير نحن لجنة تابعة للجنة التنمية، كفريق تابع للجنة التنمية الاجتماعية، فهذه المظلة القانونية موجودة،
يعني ليس يعني لسنا بمنأى عن 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 الجهات الرسميه، ولكن كدعم وكذا يعني هو الفريق له سياسته في هذا الجانب، وربما يعني يبادر ايضا في بعض الافكار وبعض المقترحات لتطوير العمل التطوعي داخل الولايه. نعم حسين، ايضا بالنسبه للجنه ترابط اهم الاعمال التي تحاول التركيز عليها كلجنه من خلال جدول الاعمال. طبعا لجنة ترابط العمل التطوعي تركز يعني مثل ما تقول أكثر شيء على الفئة الشبابية، من خلال تقديم دورات في المجال التقني، دورات الفوتوشوب، دورات الإصلاح على حاسب الآلي، حملة أنواع الحملات، حملات ميدانية مثل حملة إفطار صايم اللي كانت يعني على مدار سنتين، وأيضا في حملة أصمم للمجتمعي، حملة إلكترونية يعني تعطي فرصة للشباب المبدعين في التصميم لعرض تصاميمهم يعني بهكذا تصاميم توعوية. عندي شيء اريد اقوله، يعني مثل ما قلنا القطاع التطوعي يشارك القطاع الحكومي والخاص، نفس الشيء يعني نحتاج الى اشاره في الجهه الحكوميه، وايضا من جانب القطاعات الخاص نحتاج ايضا الى دعم، ايضا هو في دعم لكن بنسبه قليله، يفترض ان ترتفع اكثر يعني بمعنى الشركات من جانب المسؤوليه الاجتماعيه كشركات. صحيح يعني صحيح، يمكن قد يكون دعم للشركات بناء على عمل اللجنه ميدانيا، بالتاكيد هم لهم الحق في متابعه عمل اللجنه، معرفه ايضا هذه او هذا الدعم اين يصرف، كيف يصرف، من اين ياتي، في ماذا يصرف ايضا. واكيد الفرق التطوعيه تعطي قبل مع رساله طلب الدعم تفاصيل الفعاليه والاشياء المطلوب وكذا. فالحمد لله يعني كملتقى المطوعين الثاني حصل على بعض الدعم، لكن نحتاج ايضا للمزيد يعني. يمكن يعني بدايه الملتقى الان في الخطوه الثانيه، يمكن الخطوه الثالثه بتكون اكبر باذن الله. وفعلا يعني باذن الله. احمد، المشاركه في هكذا ملتقيات، التواجد، ايضا الحرص على اعطاء المعلومه مثل ما ذكر حسين، نشر ثقافه العمل التطوعي، تواجد الفريق مع زملائهم، الافكار اللي اتوا بها، ابرز ما دار في الملتقى من افكار يمكن ايضا انتم استفدتم من الفرق الاخرى أكيد. الموجوده المشاركه في الملتقى. اكيد يعني نحن يعني مشاركتنا في هذا الملتقى لغرض او بهدف الاستفاده. نعم الاستفاده، يعني نفيد ونستفيد، ولذلك يعني احتكاكنا مع هذه الفرق التطوعيه على مستوى السلطنه يعطيك يعني نوع من الثقه، يعطيك نوع من الدافع والحافز لمواصله الجهد بشكل اكبر. يعني امس كان في الملتقى عرض للتجارب لفرق كثيره جدا داخل الملتقى، يعني نستفيد في ماذا تعمل هذه الفرق، ماذا تقدم، ما هي أهدافها، ما هي رؤيتها، ما هي رسالتها اللي تريد تقدمها للمجتمع هذه، ما هي الصعوبات مثل ما ذكرت أنه اللي تواجه هذه، هل هي الصعوبات يعني خاصة بفريق معين، ولا هذه الصعوبات خاصة بكل الفرق التطوعية على مستوى السلطنة؟ إن كانت خاصة بفريق ربما إذن محتاجة دراسة منفردة، لكن إذا كانت الصعوبات مشتركة تخص كل العمل التطوعي، إذن محتاجين نصل أو نخرج بتوصيات، محتاجين توصيات أيضا يعني توصل إلى الجهات الرسمية مثل ما ذكر أخي حسين، نرفعها لمجلس الشورى، نرفعها لمجلس الدولة وتناقش على مستوى الدولة. هذه هي فائدة الملتقيات، ليس نحن نجتمع ونتكلم عن عمل تطوعي ونخرج لازم الخروج ونرجع توصيات وكأن لم نحقق شيء. لا إنما هي التوصيات، هذه الملتقيات لها فائدة، يفترض أن تصل وتخرج بأهداف، تخرج بتوصيات، تصل بالتأكيد وتناقش. حسين، مدار في الملتقى حوارات الشباب، يعني أنتم كلجنة منظمة قد تكونوا منظمين وفي نفس الوقت متابعين، نقول مراقبين لما يتم في القاعة، معرفة ما يدور من أفكار، تفاصيل، اقتراحات. أبرز ما تم طرحه من الفرق المشاركة ومن الأعضاء المشاركين أيضا في الملتقى، أبرز ما تم طرحه وركزوا عليه بشكل كبير جدا اللي هي مثل ما ذكرنا إشارة الجمعيات، فتم تحليل بعض الجمعيات، أنها بعض الجمعيات تعتبر جمعيات مهنية، بعضها تعتبر كمؤسسة، وبعضها مثل ما قالوا أمس أنه الجمعية الوحيدة هي جمعية دار العطاء في الملتقى. في كذا سؤال يدور في بالي، أصدقاء المسنين أيضا، سؤال يدور في بالي وجهه لأحمد، بعد ما أسلمت العاملة الهندية إيش كان شعورك أنت شخصيا؟ يعني حقيقة أحس أنه هذا الملتقى يعني لامسناه على أرض الواقع حقيقة، أنه له مردود، يعني ما فقط هم كانت العاملة هذه تسمع عن الإسلام ربما، لكن عندما تنظر إلى هؤلاء المتطوعين اللي جايين من كل أنحاء السلطنة ومن دول الخليج
ويتجمعوا يعني ويناقشوا قضية معينة داخل قاعة، أكيد أنه هذا معناته أنه الإسلام ليس يعني كلام فقط، وإنما هو كلام رسالة وفعل رسالة ورسالة فعلا. ومحتاجين تصل هذه الرسالة، ولذلك والمعاملة الحسنة دائما فعلا صحيح الفعل. يعني حتى اليوم بيقدموا لها كتيبات وأيضا بعض القصص في السيرة النبوية والقرآن الكريم لتقرأ أكثر، ونسأل شيء جميل حقيقة يعني الله. شيء رائع جدا أكيد، شيء رائع للخروج بمثل هكذا أفكار من خلال هذه الملتقيات. حسين القادم معكم في لجنة ترابط بإذن الله تعالى، طبعا بعد النجاح اللي شهدناه في اليوم الأول إن شاء الله يكون أيضا هكذا مفاجآت في هذا اليوم. سنطمح إلى عمل ملتقى يشمل أيضا دول الخليج بشكل أوسع. ممتاز، ونأمل الاستفادة أيضا، نحن لم نفيد فقط بل استفدنا أيضا يعني كمشاركين، واللجنة المنظمة أيضا كانت خليط بين عدد من الفرق واللجان التطوعية. في السنة الماضية كان فقط محصور في اللجنة، هذه السنة تم التوسيع ليشاركون تنظيم متطوعين من فرق ثانية، ففعلا كان هكذا يعني لوحة فنية جميلة بمشاركة فرق تطوعية من جميع أنحاء السلطنة. نأمل أن نلتقي في ملتقيات قادمة بإذن الله. أحمد يمكن محضر شيء كذا لي نعم أنا أخ عوض، طبعا شكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة، وشكرا للجنة المنظمة على هذا الملتقى، جهود حقيقة عظيمة تبذل، فجزاكم الله خير. أنا ربما بعض الأبيات الشعرية أمس لقيتها في أثناء ما أقدم ورقة العمل على فريق أهل الخير، وأيضا جميل أن يكون عنوان البرنامج ترابط، وإحنا إحنا الملتقى ترابط الترابط أبيات بس ترى الترابط تشمل كل ما يترابط أكيد. صلالة المجد حي اليوم مجلسنا، وباركي ملتقى الأخيار والخلق، ترابط الخير هذا اليوم جمعنا، كم للتطوع من خير ومن ألق، ها هم أولاء بني قومي قد اجتمعوا في الخير، يا لاتحاد الدرب والطرق، فألف شكر لهم يجزيهم حسنا رب الذي خلق الإنسان من علق. الله عليك، شكرا لك يا أحمد، وشكر لك أيضا على تواجدك معنا، شكرا لك حسين، موفقين، نراكم إن شاء الله في ملتقى التطوع الثالث بإذن الله. بإذن الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم، أحسنتم. مشاهدينا نتواصل معكم في ترابط، وفي مجال العمل التطوعي أيضا والمبادرات، تم اليوم بولاية طاقة بجمعية المرأة تكريم المتطوعين. هذا التكريم بتأكيد دليل على تحفيز المتطوعين للمشاركة أكثر والبذل أكثر للإعطاء أكثر في مجال العمل التطوعي أكثر. نتابع التقرير ونتواصل فيما تبقى من برنامجنا ترابط. أهمية للعمل التطوعي ودوره في المجتمع، وتأكيدا على الاحتفاء بالمساهمين في هذا المجال، أقامت جمعية المرأة العمانية بولاية طاقة احتفالا تكريميا للمساهمين في العمل التطوعي لعام 2014، ويأتي هذا الاحتفال تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام. أولا ما في شك أن الشكر الجزيل لجمعية المرأة العمانية بولاية طاقة، والتي عودتنا دائما في التعاون وفي المجال التطوعي وفي المجالات كلها. ما في شك بأن هذا اليوم يعني تكريم لرواد ولنخبة من أبناء هذه الولاية المتطوعين في المجال التطوعي، والذي بلا شك يعني له دور كبير ودور أساسي في خدمة المجتمع. وما شاهدناه اليوم بالنسبة في هذا المعرض من فخاريات ومن أشياء يعني من الموروثات ومن تراثنا الحضاري بلا شك يعني يعد طيب، وبالتالي احنا في هذه نجدها فرصة سانحة لنتقدم بجزيل الشكر بالنسبة لجمعية المرأة العمانية بولاية الطاقة على ما تقوم به من جهود دائمة ومستمرة في خدمة هذا المجتمع. لقاؤنا هذا يعد عملا تطوعيا، هذا اللقاء لماذا؟ لأنه ليس منا من يجني شيئا معلوما محسوسا من هذا اللقاء. إذن العمل التطوعي هو أن يبذل الإنسان شيء غير ملزم به، وعدم إيجاد مقابل محدد له مقابل هذا العمل. حيث تخلل الحفل كلمة لجمعية المرأة العمانية بالولاية. يعد يوم التطوع العالمي هو احتفالية عالمية سنوية في 5 ديسمبر في كل عام،
ومن خلاله ترسل رسالة للجميع ليكونوا شركاء في العمل الهادف الذي لا ينتظر العائد المادي منه. يحتفى بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم لنشر وترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع بين الشباب والمؤسسات الأهلية المرتبطة بالأنشطة التوعوية، وزرع ثقافة العمل التطوعي لإخراج جيل يحمل ثقافة العمل التطوعي الهادف. العمل التطوعي يعني هو يعتبر مجهود ذاتي من قبل المواطن البسيط، وأحيانا من قبل الجمعيات أو شركات أي جهة كانت، وهو يعد يعني شيء مهم للنهوض بالمجتمع، فتعتبر بادرات يعني يشكر عليها أي القائمين عليها، بالتالي هي أصبحت يعني مطلب أنه يساهم فيه الجميع بكل حسب موقعه. العمل التطوعي دائما هو يعني يضيف كثير إلى المجتمع، يفتح مجال وأفق معرفية، يفتح مجال وأفق اجتماعية ثقافية، وأحيانا أيضا مادية، بحيث أنها يكون لها مردود على بعض الفئات المجتمع اللي هي تحتاج إلى هذه الأمور. بعيد تكريم، قام راعي المناسبة بافتتاح معرض دورة الفخار الذي أقيم على مدى الأيام الماضية في الجمعية، وتضمن العديد من المجامر والأواني الفخارية. تأتي هذه الاحتفالية إيمانا من جمعية المرأة العمانية بولاية طاقة بأهمية العمل التطوعي وتكريم رواده. لبرنامج ترابط، محمد بغيد الشحري، ولاية طاقة، محافظة ظفار. We'll be right back.
مشاهدينا الأحبة في ترابط نتواصل معكم والقادم حديث حول فريق محافظ ظفار بالجمعية العمانية لأصدقاء المسنين، ما يقدمه هذا الفريق للمسنين تحديدا. تشرفنا في الاستوديو سلوى بتربية اليافي رئيسة فريق محافظ ظفار بالجمعية العمانية لأصدقاء المسنين. سلوى مرحبا بك معنا في ترابط. مرحبا بك يا هلا سلوى. المهم طبعا أن يبقى المسنين مترابطين من خلال الفريق معكم. بالتأكيد. ما تقدموه من أنشطة، برامج، فعاليات للمسنين؟ أولا أشكر استضافتكم وتسليط الضوء على الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين. هذه الجمعية أشرت بقرار وزاري عام 2011، المقر الرئيسي للجمعية العمانية لأصدقاء المسنين ولاية نزوة، وتم اعتماد عدة فرق عمل للجمعية في 6 محافظات السلطنة، وتعتبر محافظة ظفار أحد هذه الفرق العمل التي تقوم تحت مظلة الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين. الأهداف الرئيسية التي تقوم عليها الجمعية هي مساعدة المسن للحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية وحقوقهم التشريعية التي كفلتها لهم الحكومة، ومحاولة للوصول بالمسن إلى أعلى مستوى من الرقي الاجتماعي والصحي في المجتمع، وربطه بالمجتمع من خلال الأنشطة والبرامج الترفيهية والأنشطة الاجتماعية التي تنفذها الجمعية. أكيد يحتاج المسن يمكن أيضا لهذه الفعاليات الترفيهية. أكيد. هذه الفعاليات والأنشطة والبرامج تحاولوا أيضا أنتم كفريق تمثلوا هذه الجمعية هنا في محافظة ظفار عمل برامج معينة للمسنين، اختيار أيضا مواضيع معينة للمسنين تتناسب أيضا والمسنين في المحافظة. بالنسبة لفريق المحافظة بدأنا من عام 2012، يعني بعد سنة من إشهار الجمعية، بدأ الفريق بثلاث أعضاء فقط، وخلال وكان كلنا إناث. الآن عدد الفريق وصل إلى ما يقارب 26 عضو وعضوة من أغلب ولايات المحافظة، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله العدد. أهم الأنشطة اللي بيقدمها الفريق اللي هو التنسيق مع الدوائر التنمية الاجتماعية والخدمات الصحية لتوفير الأجهزة التعويضية وتوصيل الخدمات الصحية للمسنين، أيضا لتسجيل كبار السن الذين إلى الآن لم يسجلوا ولا يوجد لهم سجل طبي في الخدمات الصحية، وهذا بالتالي بيكون عائق في حصولهم على الخدمات الصحية، وأيضا في حالة أنه مطلوب أجهزة تعويضية فما يقدر يحصل عليها إذا ما كان له سجل طبي من التنمية الاجتماعية التي تصرف هذه الأجهزة. أيضا الفريق يقوم ببرامج توعوية من خلال جمعيات المرأة العمانية، من خلال المجتمع المدني. أيضا قام الفريق العام الماضي برنامج توعوي على مدار شهر بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم في مدارس المحافظة، وللخطة القادمة إن شاء الله راح يكون البرنامج التوعوي الثاني في عام 2015 مع عدة مدارس أخرى بإذن الله. البرنامج التوعوي، المواضيع التي تناولها، العناوين أيضا اللي ركزتم عليها من خلال هذا البرنامج التطوعي معكم أنتم كفريق، كانت أهم أهداف البرنامج التوعوي غرس قيمة أن ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان بين الطلاب والطالبات، أيضا لإبراز مدى الوعي بين الطلبة بأهمية رعاية كبار السن، وأن هذول الناس قدموا لنا الكثير في شبابهم، والحين وصلوا إلى مرحلة هم محتاجين منا أن احنا نعطيهم، فهذا كنوع من الرد الجميل ليس إلا. نعم. سلوى، من خلال نزولكم أيضا إلى المدارس نشر هذه الفعاليات، هذه الأعمال أيضا، ونشر ثقافة أن يكون الطالب من المدرسة يتعلم أن المسن يحتاج في يوم من الأيام لك أنت كطالب، بما أنه هو في يوم من الأيام أيضا قد قدم لك خدمة. تجاوب الطلاب، تفاعلهم، مدى استيعابهم أيضا للموضوع، بالنسبة أيضا أنه كيف ممكن الطالب يستوعب أنه هو يقدم خدمة هذه لمسن كان من أهله أو حتى خارج أهله.
الاستجابة كانت كبيرة جدا. احنا ركزنا في البرنامج التوعوي على الطلاب من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر. كانت في محاضرات توعوية قدموها الأخوات في اللجنة الاجتماعية بالتعاون مع الباحثات الاجتماعيات في مديرية التنمية الاجتماعية بالمحافظة. أيضا استعنا ببعض الإخوة اللي ليهم باع في المجال الاجتماعي لبث روح التوعية وتعزيز هذا الجانب بالنسبة للطلبة. عملنا مسابقة للطلبة لأفضل تعبير ماذا تريد أن تقدم للمسن، كيف ترى المسن في الوقت الحالي، وماذا تتوقع الخدمات التي ممكن أن تقدم للمسن مستقبلا. فكانت ردود يعني كبيرة جدا، وتنم على أن في ثقافة بين الطلبة، ومستوى الوعي عند الطلبة جيد ولكن يحتاج إلى تعزيز هذا الجانب. بالتأكيد من خلال العمل التي تقومون به من خلال المحاضرات كذلك نشر الثقافة هذه بالتأكيد سيزيد مستوى الوعي. أنتم أيضا كنتم أحد الفرق المشاركة في ملتقى المتطوعين الثاني الذي يتواصل أيضا اليوم. هذه المشاركة مشاركتكم أنتم كفريق للمسنين، ماذا قدمتم في هذا الملتقى؟ والله أنا يعني من هذا المكان أشكر اللجنة المنظمة للملتقى الثاني للمتطوعين، فمشاركتنا كانت فرصة كبيرة جدا أن احنا نلتقي بعدد كبير من الفرق التطوعية والفرق الخيرية التي لها باع طويل جدا في هذا المجال. مشاركتنا أضافت لنا أكثر من احنا قدمنا فيها، لكن احنا اللي قدمناه كان مجرد عرض لأهداف الجمعية، الخدمات التي تقدمها الجمعية، فيلم تعريفي عن الأعمال التي قام بها الفريق خلال مدار 3 سنوات الماضية، ولكن استفادتنا احنا كأعضاء مشاركين في الملتقى كانت أكبر من مشاركتنا كمشاركين. يعني ما قدمنا للحضور أكثر من أن احنا استفدنا منهم. بالتأكيد تواجد تبادل خبرات، استفادة، التعرف على وسائل أخرى للتواصل مع المجتمع، للتواصل مع كبار السن، أو حتى للأسر اللي قائمة على رعاية كبار السن. هناك أيضا برامج كان الفريق يقوم فيها على مدار الفترة الماضية، أنه بيعمل ورش تدريبية للأسر اللي قائمة على رعاية كبار السن، كيف ترعى المسن اللي عندك في البيت من الناحية الاجتماعية، من الناحية النفسية، أهمية الجانب الترفيهي للمسن المقعد في البيت، أنه ما يهمل في البيت بس مجرد أنه خلاص أصبح كبير في السن أنه يهمل، لا، لازم أنك أنت داخل الأسرة أنك تعزز الجانب الترفيهي لهذا المسن. أيضا المشاركة في مثل هكذا ملتقيات، طرح هذه المواضيع، تبادل الخبرات والأفكار، يمكن مثل ما ذكرت أنه وجدتم أفكار في الملتقى جديدة تطبقوها من خلال الفريق. أبرز ما استفدتوه من خلال هذا الملتقى، يمكن اجتمعتم أنتم أيضا كفريق بعد المحاضرة، التقيتم في مكان، ناقشتم بعض المواضيع، وثقتوا أيضا بعض الأفكار التي طرحت خلال الملتقى لتترجموها أنتم كفريق للمسنين. احنا لازلنا ما خلصنا الملتقى، لازال اليوم، لكن يعني للأوراق العمل التي قدمت أمس، يعني أكثر حاجة استفدنا منها أنه لابد أنك أنت تكون باستمرار على تواصل مع المجتمع، ما أنك أنت تتوقف على نشاط معين وخلاص انتهى هذا النشاط أن أنا أفصل تواصلي مع المجتمع، لا، لابد أن يكون لازال استمرارك مع المجتمع مستمر، حتى لو ما كان عندك فعالية، حتى لو ما كان عندك نشاط، لازم أنك أنت تكون متواصل مع هذه الأسر، متواصل مع هذول الناس. أيضا أنك أنت تحاول تبتكر في الوسائل اللي أنك أنت تجذب المجتمع إليك يتواصل معك، لأن بدون المجتمع أنت ما راح تقدر تقدم أي شيء. بالتأكيد الفريق يحتاج إلى متطوعين، إلى أفراد، إلى دعم، إلى دعم جهات أفراد لترجمة هذه الأهداف التي يقوم عليها الفريق، التي هي بالتأكيد منبثقة من الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين. يعني تواجدكم مع المسن في مختلف نقول ولايات المحافظة، يعني بالتأكيد لديهم رغبة، لديهم طموح، بعض المسنين لديهم أشياء يريدوها في الوقت الحالي رغم أنهم أصبحوا من فئة المسنين، ولكن نجد بعضهم عنده الأفكار، عنده رؤية، يريد يعمل شيء، يريد يوصل إلى مكان معين. أبرز ما وجدتوه من خلال أفكار المسنين، تواجدكم معهم، الوصول معهم أيضا
إلى أماكن سكنهم أنتم كفريق؟ من خلال الزيارات الميدانية وأيضا من خلال التواصل مع المسنين. بس أحب أنوه أن مشكلة كلمة مسنين تطلق على من تجاوز عمره من 60 سنة إلى ما أعلى ذلك، ولكن لا يعني أنه وصل إلى عمر 60 أنه أصبح خلاص يعني مسن مهمش. بالعكس، يعني في ناس تعتبر هذه المرحلة بداية حياة جديدة بالنسبة لها، يعني هي خلاص أعطت إلى سن 60 أعطت لغيرها، هذا الوقت هي اللي بتعطيه لنفسها. يعني في ناس حاطة لنفسها برامج، حاطة لنفسها مشاريع أن هي تشتغل لنفسها، ولكن يظل اسمه تحت مسمى المسن. ولكن في مسن نشط، في مسن مقعد، يقدم أفكار. أيوة، مثل ما ذكرنا أفكار. بالتأكيد يحاول أيضا الوصول إلى أهداف، يحاول ترجمة مشاريع، يقوم بعمل معين. بالتأكيد. سلوى، بالتأكيد الفريق يقوم بعمل وجهد، فريق أصدقاء المسنين هنا بمحافظة فار. نتواصل بالتأكيد معك والحديث بعد أن نخرج لفاصل مع مشاهدينا في ترابط. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نتواصل معكم مشاهدينا في ترابط والحديث حول فريق محافظة ظفار في جمعية أصدقاء المسنين وضيفتنا سلوى بنت ربيع اليافي رئيسة فريق بمحافظة ظفار. سلوى، كنا نتحدث عن نشاط المسن، تواجده، أيضا ما يقدمه بعد عمر الستين، ما لديه من أفكار أيضا يحاول أن يترجمها في هذا العمر. يمكن احنا كمجتمع يمكن في الولايات في المحافظات الثانيه يمكن المسن في هذه المرحله بيلاقي اماكن انه يطلع فيها يروح فيها يمارس بعض الانشطه، لكن عندنا في المحافظه فالاماكن هذه محصوره، يعني بتلاقي في الشوارع مجموعات كذا جالسين، فلو في مكان ان هم يتجمعوا فيه من الساعه كذا الى الساعه كذا يمارسوا انشطتهم، هواياتهم، العابهم الشعبيه، يتناقشوا في بعض الاراء كذا، يحطوا افكار لمشاريع معينه ممكن انهم ينفذوها مع بعض. لكن هنا عندنا في المحافظه في الاماكن بسيطه جدا ومحتاجه رعايه الى اماكن. يمكن ايضا انتم دوركم كفريق في نشر ثقافه ان تكون هناك اماكن للمسنين، يمكن هذا دور من ادواركم ايضا انتم كفريق للتواصل مع الجهات المعنيه، وهذا اللي احنا جالسين نعمل عليه حاليا. يعني احنا نشرك جمعيات المراه العمانيه، الانديه الرياضيه في المحافظه، المجمع الرياضي، انهم يخصصوا على الاقل لو حتى يوم في الاسبوع ان يكون هذا اليوم خاص للمسنين، يخلوا لهم قاعه فاضيه يمارسوا فيها برامج انشطتهم كذا، ف يعني تدريجيا راح يلاقوا قبول في المهم ايضا في الموضوع التركيز على انه الفريق، فريق اصدقاء المسنين، يعمل على تكمله حلقه بين اسره المسن وبين المسن. الجمعية يمكن ليس لديها فكرة، وهذا شيء طبعا الكل يستبعده أن تكون هناك فكرة لدار مسني. بتأكيد التواصل الأسري، الترابط الأسري مهم، أنتم كفريق أيضا تسعون إلى ذلك. نشكر لك تواجدك معنا في البرنامج في ترابط، موفقين في القادم. شكرا لك سلوى بنت ربيع اليافعي رئيسة فريق محافظ ظفار بالجمعية العمانية لأصدقاء المسنين، موفقين بإذن الله. أشكرك وأشكر استضافتكم وتسليط الضوء على الجمعية وأهم فعاليات وأنشطة الفريق في المحافظة، ونتمنى من الجهات الحكومية والجهات المجتمعية أنهم يتعاونوا معنا في تحقيق أهداف الجمعية وتحقيق الأفضل للمسنين على مستوى مش المحافظة فقط، على مستوى السلطنة بإذن الله. بإذن الله، شكرا لك. مشاهدينا في ترابط، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم، وهي الحلقة الأخيرة في الدورة البرامجية. أيضا نشكركم على تواصلكم معنا خلال الدورة البرامجية على المشاهدة والمتابعة. نتمنى أيضا أن تكونوا قد استفدتم، تعرفتم من خلال ما طرحنا من مواضيع لمؤسسات المجتمع المدني المختلفة، الفرق التطوعية، الأعمال والمبادرات الشبابية. بالتأكيد شكر أيضا لكل طاقم العمل الذي تواصل معنا في برنامج ترابط، كل التحية منهم لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة. بالتأكيد
نلتقيكم بإذن الله في برامج قادمة. شكرا لكم على المتابعة أحبتنا، نبقى دائما مترابطين معكم مشاهدينا، وأنتم أيضا تظلوا مترابطين في أمان الله.